السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم باشمهندس محمد عمرو من قناتكم الشرقية وديزاين. النهاردة هنشتغل على الفيلا دي ونتعلم ازاي نظبط الماتيريال بتاعتها ان شاء الله، والفيديو الجاي هنظبط الكونتكست، والفيديو اللي بعده هنبدأ نتعلم الريندر بكل تفاصيله. طيب، أول حاجة نبدأ نمسك الفيلا واحدة واحدة من بره لجوه. تمام، أول حاجة هتقابلنا السور. ماشي، السور أنا شايف إن ده ينفع يكون خرسانة، وده ميتال، ودي أخشاب. حلو، وده اعتقد نفس الماتيريال دي. تمام، ودي برضه هنخليها ميتال. تمام، طيب اول حاجه نبدا نروح ماتيريالز، الاختصار بتاعنا ام عشان نفتح الاسيتس. تمام، كونكريت. نبدا نشوف الكونكريت اللي احنا عايزينه، نكبر بس دي شويه. ماشي، اول حاجه انا شايف ان ده ابيض، فانا بحب احط اللايت ويت كونكريت والوايت كونكريت، فاحنا هنجرب ده ونجرب ده ونشوف مين احسن، بس انا شايف ان ده هيبقى حلو. هو لذيذ، تعال نشوف ده حلو برضو، بس حاسس التاني كان أحلى اللي هو ده. تعال نشوف اللايت ويت، لأ اللايت ويت متكرر. طيب أنا شايف إن ده حلو. ماشي، ده كده خلاص، غير ده وغير ده وغير اللي هنا. تمام ماشي، ده كده أول حاجة محتاجين نظبط ايه فيه. محتاجين نظبط لا سيبنا نبيك الماتيريال. محتاجين نظبط ال UV randomizer، ده احنا عايزين نراندومايز. حلو، هو كده كده راندومايز ده مش هيفرق قوي، بس هنخليها برضو الاحتياط. هنعمل تراي بلانر ونخليه بلندد شوية، ولازم نعمل الراوند كورنر في كل. حلو، لو ركزتوا هنا شايفين الحتة دي، مجرد ما اشغل راوند كورنر بتاخد كورنرز، شايفين اهو، شايفين الفرق. فما فيش حاجه في الحقيقه في الحياه واخده 90 درجه بالظبط، لا الحياه كلها فيها حاجات واخده راديوس. فتمام، ده كده معقول. تمام، ده كده بالنسبه لاول ماتيريال. ماشي، تاني ماتيريال الميتال. تعالوا نشوف ميتال، انا عايزه مات. بلاك مات حاسه هيبقى معقول. ماشي، طب ماشي، شايف ده كده لذيذ. تعالوا بس نقلل الريفلكتيفيتي بتاعته شوية، أو لأ نقلل الميتاليك افكت بتاعه. تمام، ونزود اليوفي راندمايزر، لأ حاسه حلو من غير اليوفي راندمايزر. هنخليه تراي بلانر. تمام، ونخليه بلندد شوية، وهنفعل الراوند كورنر برضو عشان يديك افكت الراوند. شايف، شايفين فرق، شايفين الحتة اللي حصلت دي، شايفين اهي هي واخدة كورنر شوية. تمام، الزون دي الحتة دي شايف برضه ان هي ميتال، بس ما تاخدش نفس الافكت، فنحط انا مثلا بلاك ايرون. انا حابب افكت بلاك ايرون، بس محتاج انه يفتح شوية. اوكي، هو اصلا بالفعل ماشي، نديله طيب ميتاليك افكت، مش حاسه كده لذيذ، بس لا مش حاسه، مشكلة مش عارف مش مرتاح. طب نخليه طيب براشد، لا هيبقى ستينلس ستيل. اذرز، لا انا شايف ان هو بلو بلاك، مش عايزه يبقى بولش ده عشان ما يبقاش بيلمع جامد، ان هو حبه كده. طيب ماشي، نخليه هو بلاك ايرون. تمام، هو بلاك ايرون وفل اوي. ماشي كده، الخشب اللي فاضل الخشب ده، نروح وود. ده انا عايز وودن فلورنج عشان يبقى بانل، ناخده ستريب وود مثلا. مثلا دي او دي، انا حاسس دي هي قريبة من الدرجة دي، ده هيبقى بعيد شوية، فنجيب مثلا دي نحطها. لا محتاجين نكبر الاسكيل شوية، شايفه صغير اوي. لا لسه برضه، لسه انا حاسه كده معقول، ده يكبر حاجة بسيطة كده مثلا، شايف ان هو كده معقول. تمام، هو طبيعي اغير دي واغير دي كمان. تمام، هنبدأ ندخل من جوه. هو ده، هو التاني.
لا ده واخد نفس الماتيريال دي. طيب انا عايز يبقى الماتيريال اللي جوه يبقى نفس اللي بره عشان يبقى فيه يعني وحدة ما بينهم. احنا عشان ناخد كوبي شرحتها في الفيديو اللي فات، لما بندوس او بنفتح بالاي بنجيب الانسبكتور وندوس على الماتيريال وندوس او، هو بياخد كوبي تمام ونحطه هنا تمام. ولكن ده هنخليه على زاوية 90 تمام، ونصغر سكيله شوية كده مثلا، حاسة معقول ماشي كده لذيذ. ايه تاني؟ اه ده من جوه هو هو نفس الماتيريال دي، فاحنا ناخد برضو منها كوبي، ده كوبي ونحطها هنا. اوكي ده هي هي نفس الماتيريال اللي ورا، بس اللي جوه بس هو مش مظبوط. ماشي النجيلة خليها في الآخر. احنا كده الماتيريال دي هي نفس الماتيريال دي هي نفس ماتيريال السور، المبنى ماتيريال مختلفة تمام. احنا كده فضلنا ازاز والنجيلة والمبنى. ماشي نبدأ نمسك المبنى، ناخد أول حاجة أنا حاسس إن هو برضه ياخد كونكريت تمام، لأن هو مبنى هيبني من خرسانة أكيد. أنا مش خرسانة يعني، أقصد نديله كونكريت فينش، وايت رف كونكريت مثلا، هي شكلها لذيذ بس نجرب حاجة تانية. لايت ويت حلوة أوي أوي برضه، أحسن من الوايت كونكريت من الرف. طب تعالى طيب نخليها ناعمة، نجرب الوايت سموز، هو حلو بس حاسه لأ يعني اللي قبله كان أحسن، يعني اللي هو ده كان اللي هو اللايت ويت كان أحسن منه. طيب أنا شايف إن احنا نعتمد اللايت ويت تمام، يعني أنا شايف إن احنا اللايت ويت نعتمد. ماشي إيه تاني؟ الإزاز أنا مش هجيب جلاس جاهز، يعني أنا ممكن عادي جدا أجي هنا أدوس جلاس وأجيب ترانسبيرنت وأختار حاجة من دول، مثلا أختار مثلا إزاز نورمال وأحطه وأبدأ أعدل فيه وأغير لونه والكلام دوت كده مثلا. بس أنا مش حابب ده، أنا حابب الماتيريال بتاعتي نفسها، هسلكتها عامل انسبكتور أي ودوست عليه تمام. وأجي هنا هو مختار ترانسبيرنت أوتوماتيك، بس لو مش معمول أنا هخليها ترانسبيرنت، وأبدأ أنا بقى أغير أنا فيه يعني سبيكيولر، حاسس إن هو يزيد شوية، أزود الانعكاس، ريفراكشن كويس، اوباسيتي يعني حاسس ان احنا نزود اوباسيتي شوية عشان ميبقاش كاشف اللي جوه، لان اللي جوه فاضي انا مش عايزه يكشف اللي جوه تمام. الكوستكس كده كده لازم هنشغلها تمام. الكلام ده كله مش هيأثر على الازاز، هو صفر زي ما هو تمام. الثيكنس محتاجين ندي الازاز ثيكنس شوية، رفنس اكيد لا، الازاز ما ينفعش يبقى رف. طيب ده كده الإزاز شايفوه معقول، واحنا بنعمل ريندر لو حسينا الإزاز عاكس زيادة عن اللزوم نقدر نقلل الانعكاس ونقلل الأوباستي فيبين جوه شوية، بس في نفس الوقت من غير ما يكشف قوي. ماشي النجيلة في غلطة، في ناس بتعمل غلطة، أنا كنت بغلطها أول ما اتعلمت البرنامج، ولكن هعلمكم الصح على طول. أنا هعرفكم الغلط وهعرفكم الصح. الغلط إن أنت كنت تروح الأسيتس تمام، وكنت تروح اوت دور وتجيب انا اسف الناتشرال رو ماتيريالز وتجيب الجراس وتحط حاجه من دول، دورك كلهم 2 دي يعني. انا لو هوريتك اهو ده كله 2 دي جراس، شايفين كله 2 دي، فده مش اصح حاجه لو انت هتعمل جراس. طيب ايه الصح؟ الصح انت هتحط طبقه من ال 2 دي، بس تكون افتح شويه مثلا دي مثلا تمام، ومن بعدها هتعمل الماتيريال نفسها هنا هتاخدها جراس، هو اوتوماتيك هيبدأ يظبط جراس، شايفين كده احسن طبعا بكتير من الاول. حلو الجراس في منه كذا نوع يعني، في ده في شكل تاني اللي هو ده اهو شايفين، في ده وفي ده حلو وده وده. انا بفضل مين؟ انا بفضل نوعين في الفيلل بالذات او الاماكن السكنيه، بفضل اول واحد وتاني واحد، ولكن انا هستخدم تاني واحد ان هو بيبقى منظم اكتر، شايفين هو منظم اكتر، ده تحسه مهرجل شويه
فمحتاج يبقى اوت دور، يعني ينفع حديقه مش جنينه فيلا، فاهمين؟ حديقه عامه، فجنينه فيلا هحط فيها دي، تمام. الهايت حاسه معقول، انا اقدر ازود الهايت واقدر اقصره، شايفين؟ فانا هخليه صفر دلوقتي. الدنسيتي محتاج اقللها شويه، شايفين؟ ده كده قليل قوي، ده زياده، فانا هخليها صفر. حلو، لان انا عايزها تبقى مفرغه برضه لحد ما، بس لا مش للدرجه دي، انا هخليها مثلا كده معقول، تمام. انا محتاج اعمل، حاسس ان انا محتاج اعمل تريم، سوري انا اسف كده، حاسس ان انا محتاج اعمل تريم شويه، اقص الطول ده، ماشي، كاني ماشي عليه بمكنه لا جز النجيله. والبلندنج اماونت هخليها 100%. النورمال خلاص باكلر هزوده شويه عشان يبقى في انعكاس ضوء على النجيله شويه، لان هي تبقى بتعكس. رفنس هخليها يعني لحد ما. راندوم يو في مش هيأثر معاك في اي حاجه، شايفين؟ انا اسف، انا هرجع الرفنس زي ما كانت. تمام. الليميت كولر بيل مش محتاجه في حاجه، تمام. ده كده اهو بالنسبه للنجيله، شايفين؟ اهي دي انا فلاور بوكسز هحط فيها زرع، تمام. دي فلاور بوكسز هحط فيها زرع كلها، تمام. ف اهو كده النجيلة خلاص، الماتيريال من بره خلاص، من جوه خلاص. ويت، انا احنا دي ممكن نعمل فيها ليد لايتس، ويبقى الارض نفسها دي بتنور بالليل، يعني في ناس ساعات بتعمل دي ليد لايتس وتخليها تنور بالليل، يعني سبب رفع دي عن الارض ان هي طبيعي هتنور بالليل. حلو، فمن هنا شايفين ده ممكن نعمل هنا، واحنا بنعمل ريندر نخليه ينور في النايت شوتس، تمام. الماتيريالز دي ناخد الماتيريال الاولى نخليها ايميسيف اهي، تمام، ونزودها شويه وناخدها كوبي نحطها دي، تمام. الايميسيفنس ديت هنكتشفها امتى؟ واحنا بنعمل الريندر، مثلا لما نيجي نعمل الريندر بالليل هتكتشف بقى، انت محتاج تنورها اكتر، انت محتاج تظلمها، وهكذا، تمام. فانا دلوقتي اخليها بالشكل ده بحيث ان هي تبقى باينه منوره بس مش اكتر، تمام. طيب دلوقتي انا شايف ان مثلا الكونكريت ده مش احسن حاجه ان هو يبقى واخد الارض بالسلالم بالحوائط بكل حاجه، فانا هفتح الموديل عشان اعدل فيه، هروح افتحه وارجع. طيب انا فتحت الموديل اهو، تمام. هبدا اعدل الماتيريالز بتاعه المشروع نفسه اللي من هنا ده، مثلا انا شايف ان ده يبقى رخام، تمام. فانا اهو نجيب، مثلا ستون اهو، تمام، نحطه هنا، تمام. ودول دول محتاجين يتعملوا من اكسبلود عشان يظبطوا، ودول نفس الموضوع، واكسبلود برضو، تمام. ومثلا الارضيات دي نحط لها مثلا باترن، لا مش الباترن ده، تايلز دلوقتي نحط لها مثلا ده. اوكي، لا انا عايز التايلز دي، تمام. انا شايف مثلا ان كده هتبقى في المعقول، نعمل لها سينك ونرجع تاني للبرنامج. طيب احنا هنخلي بس ده برسبكتيف عشان يقرب من الموديل شوية اهو، ونقفل الكاميرا، تمام. احنا دلوقتي قدامنا ان احنا نقدر اهو خلاص نعدل في الزون دي، نجيب مثلا ده ستون، يعني ستون ماربل، ونشوف حاجة تكون قريبة مثلا من الماتيريال دي، دي حلوة بحبها ولكن مش تنفع هنا، انا يعني بحب استخدمها دايما، والله هي تنفع يعني، بس انا ادي برسبكتيف، انا شايفها تنفع لو ظبطنا اللون بتاع الارض ده هتنفع معايا. طيب ناخد الارض ترزه مثلا، دي لا طبعا مش حاسسها، تصدق والله نافعة برضه، انا دلوقتي لو اخدت دي كبرت سكيلها شوية،
كده. حاسسها حلوة يعني، هي حلوة. لو شغلنا اليوفي راندومايزر والتراك بلانر كده بيرجعناها واحد. شايفها بصراحة بقت حلوة، أنا شايفها كده حلوة أوي. أنا اعتمدت خاص الماتيريال دي، أنا شايف الماتيريال دي حلوة جدا، شايفها حلوة. ماشي أنا ماشي، أنا هسيب دي كده خلاص، أنا حابب الماتيريال دي. تمام ماشي، أنا كده اعتمدت دي خلاص. أقدر برضه أغير الماتيريالز اللي هنا برضه عشان يبقوا زي بعض في كله. هات الماتيريال دي نكسبلود دول كلهم، نكسبلود دي برضو اهو ظبط هنا نفس الموضوع، دول اكسبلود حلو واخرج اكسبلود تاني. تمام اهو دورك كده. تمام نروح نعمل لهم سينك تاني ونشوف اهو ظبط. تمام انا شايف كده ان هما كده مظبوطين قوي. ممكن برضو دي برضو نغيرها ونعدلها، ولكن كده كده مش هنجيب رندر شوت من هنا فخلاص. طيب انا شايف كده ان كده حلو جدا جدا جدا. نراجع الماتيريالز نشوف لو ناسيين حاجة. ده مش ازاز، ماشي. السور خلاص، الخشب، الميتال، السور نفسه، الميتال التاني. تمام كده السور خلاص من جوه. تعال بس نعمل نكبر الانجل دي شوية عشان يبقى معانا زاوية أكبر. من جوه الفيلا نفسها خلاص، اللون ده خلاص، الأخشاب خلاص، الإميسيف ماتيريالز خلاص، الإزاز خلاص، الميتال اللي جوه تمام، الميتالز دي خلاص، الأرضيات تمام، والنجيلة خلاص. أنا شايف إن احنا كده يبقى زي الفل قوي. كده الموديل ده بقى جاهز إن احنا نظبط له الكونتكست بتاعه. تمام ده إن شاء الله هيتعمل الفيديو الجاي. بكده نكون خلصنا فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك، ومتنساش تعمل اشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. ولو عندك أي استفسارات، أي أسئلة، أي حاجة واقف فيها، أي اقتراحات تقدر تحطها في الكومنتات وأنا أكيد هرد عليك. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.